اتفقنا فيها الى حد الان هو انه احنا باش نحاولوا باش تصير في كل البوابات اللي قاعده تدخل ولايه القيروان من كل النواحي باش تصير معناتها فما محطات نتاع معناها تفقد نتاع تفتيش، لانه نريد الناس باش تجي القيروان تجي باش تبلغ رساله. هذا في حاله ما اذا بطبيعه الحال سلطه الاشراف وافقت على عقد هذا اللقاء، لانه الى حد الان معناتها ما زالت في طور المفاوضات. واحنا بلغنا اعلان اعلام من طرف هذه الجمعيه الشرعيه للعاملين بالقران والسنه، واللي مثلها السي محمد خليف ولد الشيخ عبد الرحمن خليف الله يرحمه، من اشهر علماء ولايه القيروان، وهو مشكور الحقيقه تبنى هذه المساله بعد طبعا حوار مع هذه الجمعيه واعضائها، واقتنعوا في الأخير رغم اللي الوفود اللي جاي من كل الولايات بطبيعة الحال هو يقولوا أنه منجمش أنا باش ننظمه، ولكن هو باش يساهم مع لجنة التنظيم وباش يتعاون مع الأمن في معناتها لي بالفعل معناتها إنجاح هذه التظاهر في حالة ما إذا سلطة الإشراف وافقت بطبيعة الحال على عقد هذا اللقاء. أمننا لازم يكون أمن فعلا معناتها جمهوري، نحن ما جايين باش نفتشوا ناس ولا باش نقلقوهم بقدر ما في صالح البلاد في ظروف أمنية صعبة كما تعيشها البلاد تو، وتعرف تداعيات معناها الأحداث اللي قاعدة تصير حاليا في الشعنبي. فالحكومة واخذة احتياطات أمنية مشددة لإجراء معناتها لإحداث لمعناتها تجاوز كل ما عساه أنه يطرأ، لأنه التجمعات الشعبية كيف هكا تنجم تخترقها عناصر مشبوه فيها عناصر فارة من السجن. واستعداداتنا وتحضيراتنا جادة بحول الله لتطبيق القانون، والقانون فوق الجميع، فماش واحد معناتها باش يتحدى سلطة الدولة، هذا لا سبيل إليه. ونحن سلطة معناها سلطة يجب أن يحترم، وإحنا دولة القانون والمؤسسات، فالإنسان معناتها اللي يحب يحترم نفسه والمجموعة اللي تحترم نفسها والجمعية اللي تحترم نفسها وأي حزب كيف بطبيعة الحال إحنا مطالبين بتأمين أي نشاط معناتها، وحرية النشاط وحرية العمل السياسي وحرية العمل الدعوي هذا مكفول، ولكن في إطار معناها احترام القانون ويكون خطاب معتدل وسطي يخدم قضايا الشعب ويهدئ الوضع ويوحد الكلمة، وهذا المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة اللي يعيشها شعبنا إن شاء الله.